تجربش ما 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 تجربش 65% من اللي جربوا المخدرات حياتهم انتهت عند السجون او الصحات او الموت. ما تجربش المخدرات. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ديتوكس. كلنا عندنا مشاكل، كلنا بنعدي بمشاكل كتير قوي في حياتنا، منها مشاكل كبيرة ومشاكل صغيرة. في كلمة بتتقال، أي حد بيبقى زعلان، أي حد بيبقى متضايق شوية، ما معهوش فلوس، لسه ساب علاقة جديدة في حياته، لا الشخص ده مكتئب، الشخص ده عنده اكتئاب. الموضوع الكلمة بقت بتتقال لأي حد. موضوع الاكتئاب موضوع كبير، مش هو لدرجة اللي هي تبقى كلمة ممكن أي حد يتقاله لده شخص عنده اكتئاب. ناس كتير قوي بتخش على النت وتدور وتشوف ايه هو الاكتئاب وايه هو منه العلاج، وممكن ياخدوا كمان اقتراحات من ناس ما عندهاش خبرة في مجال الطب النفسي. في ناس بتتوهم ان هي عندها اكتئاب وتروح تقعد مع دكتور وتتوهم ان هي عندها مشكله وتاخد ادويه، مع انها ممكن حل المشكله يبقى بسيط جدا والطريقه ما تبقاش محتاجه لدكتور نفسي. وفي ناس بيبقى عندها اكتئاب وما بتروحش لدكتور نفسي. الموضوع كبير وغريب شويه. معانا النهاردة دكتور مهاب عبد الباقي، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك عبد الرحمن. ودكتور أحمد الباز، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان. أهلا بيك يا سيدي عبد الرحمن. أهلا بيكم يا باشوات. الموضوع النهاردة الاكتئاب. عايزين نتكلم عن الاكتئاب بشكل عام الأول، وبعد كده نتكلم عن أسبابه وأعراضه وعلاجه. نبدأ معاك يا دكتور مهاب، ياريت تقول لي يعني إيه اكتئاب. طيب، هو يعني إيه اكتئاب؟ ده سؤال الناس احترت فيه على مدار التاريخ، ودايما كان بيبقى اضطراب غير مفهوم. هذا الحزن الشديد وهذا الضعف وهذا الانعزال وهذه السوداوية الغير مبررة اللي بندور على أسبابها ومش بنلاقي أسبابها. على مدار التاريخ كان دايما السؤال ده يعني بيدوروا له على إجابة. يعني أول حد اتكلم عن الاكتئاب كانت رواية في بلاد ما بين النهرين، دي 2000 سنة قبل الميلاد، وشرحت إزاي مريض الاكتئاب بيحس بسوداوية والحزن والضعف وعدم القدرة على فعل أي شيء وفقدان الشغف، وشرحته بتفصيل ما، بس ما كانوش قادرين يفهموا ده إيه. الفلاسفة في الرومان، في دولة الرومان والإغريق واليونان القديمة، كلهم بدأوا يبحثوا عن هذا الاضطراب، وهل هو له علاقة بالسحر والسحرة والكلام ده، ولا هو ده له علاقة بتسمم ما. وجربوا مع مريض الاكتئاب ده كل حاجة. يعني كان في معالجة نفسية كانت في دولة اليونان القديمة اسمها سيليوسوس، دي مثلا كانت بتغرقهم، تحطهم في ميه كده وتفضل سايباهم، فاهم ازاي؟ وابوكرات ابو الطب هو من اول من بدا يتكلم في قصه الاكتئاب، وحتى سماه ميلانوكوليك اللي هي بالعربيه ميلناخوليا، اللي هي اتغيرت بقت مناخوليا. وحتى احنا في التراث الشعبي اي حد يقول لك ده ايه، ده بقى ايه مناخوليا، من هذه التسمية، من تسمية أبوقراط ما قبل الميلاد. وتتابعت القصص لحد مثلا الشيخ أبو حامد الغزالي
أبو حامد الغزالي الذي لقب بحجة الإسلام والذي لقب بمفتي الأمة وكتاباته بتدرس وتقرأ حتى الآن. كان الكلام ده كان سنة 1100 ميلادية تقريبا. الراجل ده في كتابه المنقذ من الضلال كان بيتكلم عن حالة اكتئاب هو أصيب بيها، وهو كان راجل كان مقرب جدا من السلطة، وكان رجل ذو حظوة وزي ما أقول ألقاب بقى فظيعة، حجة الإسلام ومفتي الأمة، وكان راجل كان غني جدا ومشهور جدا، وفجأة أصيب باكتئاب شديد، وصفه وصف دقيق جدا، السوداوية اللي حاسس بيها والمرارة وملوش نفس الحاجة، وهجر أهله ووزع فلوسه على الفقراء وراح ساب البيت وهاجر وقعد 4 سنين في القصة دي، وبعدين رجع شرحها في كتاب المنقذ من الضلال. توالت العصور والحضارات. تفضل. طيب معلش يا دكتور نطلع فاصل قصير بس ونرجع تاني. معلش مع بعض. ماشي تفضل. معاك يا دكتور محمد. فزي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل انه يعني على مدار العصور كان فكرة الاكتئاب وازاي نفهمه كانت محيرة لحد عصر النهضة، حتى في اوج يعني النهضة الاوروبية كانوا لحد ما مش عارفين يعني ايه اكتئاب، وكانوا بيبرروه بفكرة السحرة، وكان قتل الساحرات وتصيدهم كان لسه قائم. لحد اول حد شرح الموضوع ده كان ايميل بيرتون، كان 1620 وشرح يعني ايه تشريح الاكتئاب وفكره مرض الاكتئاب. جه بعدها بنجامين فرانكلين جرب فكره الصدمات الكهربائيه وازاي انه العلاج بالكهرباء قد يكون له افاده لمرضى الاكتئاب. 1917 وعمنا سيجموند فرويد بقى بدأ يشرح الموضوع بشكل أكثر تفصيلا. أول علاج دوائي كان في الخمسينيات من القرن ده، وكان بالصدفة دواء سل. مريض عنده سل وعنده اكتئاب، لما ادوله الايزونازايد اللي هو دواء السل حصل تحسن في الحالة المزاجية، وهنا بدأ الأطباء والعلماء يبدأوا يفكروا ازاي انه في مركب كيميائي يستخدم في العلاج. لحد أواخر القرن العشرين وبداية ظهور أدوية الاكتئاب. الشاهد من الكلام ان مرض الاكتئاب اتجرب على مر العصور معاه من اول السحر للقتل المتعمد للمرضى العقليين، لتعذيبهم، لغمرهم في الميه، لكهربتهم، لنديهم ادويه سل. مرض محير جدا على مدار العصور، وكان المجتمع شايف ازاي انه مرض صعب ولابد من علاجه. النهارده ما ينفعش نعيد اختراع العجله ونرجع نفكر زي ما كانوا اجدادنا من 4000 سنه و 5000 سنه بيفكروا ونبقى محتارين. ده دواء، ده مرض نتيجه نقص ماده في المخ له علاج، وعلاجه بيتراوح من علاج دوائي لعلاج نفسي لعلاج اجتماعي لعلاج سلوكي، لكن هو مرض ويمكن علاجه ويمكن السيطره عليه. نسال دكتور الباز تشخيص او الاسباب اللي ممكن تؤدي لمرض الاكتئاب. طيب هو انا هكمل على كلام الدكتور مهاب. هو الاكتئاب له اسباب، ولو احنا شفنا الاسباب كويس وفهمناها كويس هنقدر نفهم ازاي هيبقى العلاج. خطه العلاج زي ما الدكتور مهاب قال هي بداية من العلاج الدوائي، مرورا بالعلاج النفسي، انتهاءا بالعلاج الروحاني والاجتماعي. احنا اي حد لو زعلان شوية هيقول انا عندي اكتئاب. ايه المقياس؟ لازم يبقى في معايير احنا بنشخص بيها. يعني احنا مثلا دلوقتي بنقول للجمهور حد دلوقتي عنده مشكلة، هل ده يبقى اسمه مريض اكتئاب ولا لا؟ الإجابة على حسب إن هو مستوفي المعايير التشخيص ولا لأ، وده ما ينفعش إن احنا ناخد فيه قرار غير بالعودة إلى المختصين. يعني مثلا أنا دلوقتي بقالي 3 أيام ما بخرجش ومش عايز أعمل حاجة ونايم على طول وباكل كتير ومزاجي وحش، كويس؟ تسميني اكتئاب ولا لأ؟ الإجابة الطب النفسي يقول لأ، والله لازم يستوفي
مدة أسبوعين على الأقل. أسبوعين قاعد في البيت. كويس؟ أسبوعين مزاجه وحش. مزاجه وحش بيتعصب كتير، مزاجه وحش بياكل كتير أو ما بياكلش خالص. مزاجه وحش بينام كتير قوي، هروب أو ما بينامش خالص، بيحاول ينام ما بيعرفش. مش بيقدر يستمتع بالأشياء اللي كان بيستمتع بيها قبل ما يجيله الاكتئاب. كويس؟ دي اسمها أعراض إحنا بنشخص بيها، معايير بنشخص بيها وبعد كده نقول ده يتعالج ازاي. كويس؟ لما يجي مثلا حد يقول لك والله اصل نقص الايمان وزياده الايمان والكلام ده بيأثر على الاكتئاب او ان المرض يجي او ما يجيش، دي هتسمعها كتير قوي، تسمعها كتير قوي. يقول لك لا انت بس قرب من ربنا وانت تبقى كويس، انت حاجات زي كده. احنا عايزين نقول لهم مثلا ان نبي الله يعقوب مرض بالاكتئاب يقينا وفقد بصره بسبب الاكتئاب. طب ازاي ده نبي بقى؟ يعني احنا مستوفين هنا شروط القرب من ربنا، صح؟ نبي فاش يعني. لكن مرض بالاكتئاب لان الاكتئاب مرض زي اي مرض، وظهرت عليه اعراض في صوره اعراض جسمانيه بسبب الاكتئاب. كويس؟ حتى احنا عندنا من ضمن الادله الجميله على عضويه مرض الاكتئاب او ان هو مرض عضوي، في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بيوصي بالتلبينه. كويس؟ التلبينه ده شراب بيتكون من الشعير واللبن. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال فانه يذهب ببعض الحزن نصا، يعني كان دي حاجه مشروب التلبينة لما اشربه هيقلل بعض الحزن. فده معناه برضو دليل على ان دي كيمياء ومسألة عضوية، ان الاكتئاب عضوي في ظواهره ده مثبت واكيد. لكن طبعا اسباب الاكتئاب مش عضوية، يعني لما اقول دلوقتي التشريح بتاع الاكتئاب ان في ماده سيروتونين اقل، ماده دوبامين اقل، دي كلها حاله المخ اللي فيه اكتئاب. بس هي جت ازاي حاله الاكتئاب؟ جت من اسباب اجتماعيه وعاشها هذا الشخص اللي جاله اكتئاب، فهتعرض لصدمات نفسيه هي اللي جابت له الاكتئاب. كويس؟ سواء بقى في الصغر، لو استطال الشرح يعني هنقول ان المساله تيجي برضو من بدري، ما بتجيش غالبا، بتيجي من يعني الاستعداد للاكتئاب هو اللي بيدخلنا بعد كده في اكتئاب. ما ينفعش تقول انه مر بطفوله جميله وظريفه وحلوه ويجي مثلا على كبر بدات رحلته مع الاكتئاب، لا، غالبا برضو يبقى فيه كام طوبه كده وقعوا في بدايه حياته. طب دكتور الباز، هو يعني انا عمتاً يعني أنا بشوف اللي فيه حالات من الاكتئاب بتبقى عندها اكتئاب مزمن، يعني بتتعالج من الاكتئاب وبعد كده بترجع الاكتئاب تاني بعد سنة، أو في ناس بيبقى عندها نوبات ما بين الصيف والشتاء والربيع والأوقات دي، بيخشوا في نوبة معينة فبيسموها باكتئاب. ممكن هي كمان دي نوبة اللي أنا أعرفه اللي هي دي مش نوبة اكتئاب، ممكن تكلمنا عليه معلش دكتور؟ هو الاكتئاب هو ممكن يجي لوحده وممكن يجي كجزء من مرض اخر اسمه الاضطراب وجداني ثنائي القطب. كويس؟ ونوبه الاكتئاب اللي بتيجي بشكل موسمي، مريض الاكتئاب بيبقى في حاجه اسمها سيركاديان ريزم بيحصل، وممكن كل فتره من فترات حياته يحصل له النوبه دي لو ما تمش علاجها بشكل مظبوط. والنوبه دي ممكن تيجي بشكل منفصل كنوبه اكتئاب وحيده، وده بنسميه يوني بولر ديبريشن، او ممكن تيجي كجزء من المرض اللي احنا قلناه اللي هو الاضطراب الوجداني اللي هو الباي بولر ديبريشن، ان هو بيجي نوبه هوس وممكن يعقبها في فتره اخرى نوبه اكتئاب. ازاي ان احنا نعالج المريض ده وما يصبحش مزمن زي ما انت بتقول؟ هو لفظ مزمن يعني ايه؟ لفظ غير دقيق. هو ممكن نقول متكرر الانتكاسات.
ومتكرر حدوث هذه النوبات. ان هو احنا مش بس واحنا بنبقى كطبيب يعني بنعالج المريض مش بنبقى بصين على النوبة اللي هو فيها دي دلوقتي، زي ما دكتور احمد تفضل وقال الموضوع ممكن من يبقى من قبل كده بكتير من طفولته، فبنبقى بصين والمريض قاعد معانا هنا ودلوقتي شايفين المعاناة اللي هو بيعاني منها او القصة اللي هو فيها، ونبص على تاريخه ونبص على مستقبله. يعني انا النهاردة مش هعالج النوبة اللي هو موجود فيها بس، لا ده انا النهاردة هبدأ اشرح معاه التاريخ المرضي بتاعه والصدمات اللي تعرض ليها والانتهاكات اللي تعرض ليها، ومش هو لوحده، ده انا هطلع بشوية للتاريخ النفسي لأسرته، لانه عادة في جزء كبير بيبقى من المرضى دي استعداد جيني، وانا بعمل ده عشان اشخص مظبوط وعشان اعالج مظبوط، انا برضو بصص لمستقبله ان هو زي ما حضرتك تفضلت ان هو ايه مش مثلا الشتاء الجاي يجيله نفس النوبة او الخريف الجاي يجيله نفس النوبة، لا ده انا بديله علاج اني للهوت سيمتومز او الاعراض السخنة اللي موجودة دلوقتي لحد ما يبقى ستيبل ويبقى مستقر تماما، وابدأ اديله حاجة اسمها مود ستابلايزر او علاج وقائي عشان خاطر لا يتعرض لنوبة متكررة من هذا المرض. لانه في الاخر زي ما دكتور احمد تفضل ان هو الموضوع له اسباب كتير قوي. احنا عندنا في سبب بيولوجي موجود واضح وهو ده الدايركت، انه في خلل في الناقلات العصبية جوه دماغه، السيروتونين والدوبامين والإندورفين والتناغم فيما بينهما في خلل في هذا الموضوع، وده اللي بنبقى مترجتين له في العلاج البيولوجي أو العلاج الكيميائي. بس بيبقى فيه خلل اجتماعي، بيبقى فيه خلل أسري، بيبقى فيه صدمات حياتية بالمناسبة ممكن المريض ما يبقاش واخد باله منها وما يبقاش واعي ليها، ومش شرط ان هو دايما احنا في مفهومنا انه مريض الاكتئاب دايما نقول ايه ده عشان فقد وظيفته، عشان فقد حبيبته، عشان فقد ثروه، عشان تعرض، لا خالص، ممكن ما يبقاش هو واخد باله اصلا من السبب، وممكن يبقى السبب ده زي ما قلنا من الطفوله. فاحنا بنعالج بيولوجي، بنشرح تاريخه الشخصي وتاريخه الاسري عشان نشخص مظبوط، ونبدا نحط بلان او خطه علاجيه عشان ما يحصلش هذه النوبات المتكررة أو الانتكاسات المتتالية على مدار الزمن. تمام. طيب هو اللي فهمته من حضرتك إن ممكن يكون عنده يعني عنده مال وكل حياته أصلا مظبوطة وستيبل وكل حاجة، بس برضه هو عنده اكتئاب. مظبوط. ملهاش دعوة زي ما قلنا المثال بتاع الإمام أبي حامد الغزالي. وده برضه زي ما دكتور أحمد تفضل وقال إنه في بعض الناس وكتير جدا يتكلموا عن ضعف الإيمان والاكتئاب. طب ما هو اتكلمنا عن سيدنا شعيب، يعني سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، وازاي ان هو بيضت عيناه من الحزن. يعني كان عنده حزن شديد لدرجة انه فقد بصره وبيضت عيناه من الحزن. سيدنا يعقوب، وازاي الشيخ أبي حامد الغزالي كان في قمة، كان مقرب جدا لوزير الدولة السلجوقية نظام الدين، وكان نظام الدين لا يخطو خطوة غير بالرجوع للشيخ أبي حامد الغزالي، وكان زي ما قلنا حجة الإسلام ومفتي الأمة وله أموال وضياع و و و وتعرض لاكتئاب. فالراجل ده توفر فيه الحياة الرغدة، الحياة الجميلة، وتوفر فيه قوة الإيمان ونحسبه على خير، كان إمام من الأئمة، وإلا إنه برضو تعرض للاكتئاب. فهو مش شرط نتعرض لظرف حياتي واضح وصريح يقول إن عندنا اكتئاب، وأبدا ملوش علاقة بقوة الإيمان أو ضعفه، بل بالعكس ساعات الناس اللي هي بتبقى يعني أكثر حرصا على الالتزام وإن هي تبقى يعني واخدة ملتزم، ساعات بيبقى ده من ضمن الضغوط اللي بيتعرض ليها، وفكرة النفس اللوامة، وإنه بعد شوية النفس اللوامة دي بتتحول لمرحلة أكتر شوية، فيبقى جلد الذات، فجلد الذات أبدأ أهاجم نفسي، أبدأ أكربك نفسي وأجلد ذاتي، فأتعرض وأعرض نفسي لضغط شديد وأسبب الاكتئاب. ولا ايه يا دكتور احمد؟ بس عشان برضو ما يحصلش يعني لبس عند المشاهدين، احنا برضو ما بنقللش من قيمه الجزء او العلاقه الروحانيه بين الانسان وبين ربنا، لان كلما كانت العلاقه دي افضل كلما كانت حالته النفسيه افضل.
وده بالتجربة عند كل واحد يعرف في نفسه ان هو كل ما بيقرب من ربنا كل ما بيبقى حاسس بالسكينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مظبوط. فبرضو يعني ايه عشان ما يحصلش لبس يعني لا مش كل ما الحالة الإيمانية زادت كل ما بقى في احتمال للمرض يعني. بس أنا بكمل كلام الدكتور مهاب. دكتور مهاب حضرتك تقصد إنه كل ما زادت الالتزامات ناحية الدين كل ما كان ده ممكن يبقى له أحيانا بعد نفسي سلبي اللي هو جلد الذات اللي هو الشعور بالذنب المبالغ فيه فبالتالي هو بيجلد نفسه فحالته الإيمانية بتقل أصلا. هو أنا بنفي العلاقة الطردية أو العلاقة العكسية. أيوة تمام. يعني أنا بنفيها يعني مش بقول إنه ضعف الإيمان مش بيسبب اكتئاب. أيوة تمام. وقوة تمام. الإيمان مش بتسبب التعافي. تمام. بل بالعكس إنه في بعض الأحيان الناس من قوة النفس اللوامة عندهم ده بيسبب عليهم بعض الضغوط بعض الناس. أيوة تمام. لكن هو تمام. العلاقة الطردية والعلاقة العكسية منتفين في القصة دي لأنه هو مرض زي مرض السكر زي مرض الضغط. ما ينفعش أقول لمريض السكر ده نتيجة ضعف إيمانك أو مريض الضغط. لا هو مرض نتيجة خلل في كيمياء الدماغ لنتيجة أسباب. فهو ده كده تمام. أنا بشكركم جدا وهو وقت الحلقة انتهى لكن البرنامج لسه ما انتهاش. انا بشكرك جدا يا دكتور مهاب. بشكرك جدا يا دكتور الباز. انتظرونا كل يوم سبت باذن الله في برنامج ديتوكس. السلام عليكم.